الضحك وراه حكايات نكتة وإفيهات وفي ضحكة وراها هاهات في حياة الكوميديانات. الضحكة الحلوة على وشوشهم أسرارهم بس في كواليسهم ومعانا دايما فاكرينهم بالضحكة. الضحكة الحلوة الضحكة الحلوة مع ميرا سامي على نغم أف أم. الضحكة الحلوة نجمتنا النهاردة كانت نجمة تملى العين، ليها مئات الأعمال الفنية ما بين مسرح وسينما وتلفزيون، بتعتبر من أكتر الفنانات حضوراً في تاريخ السينما. ده طبعاً من حيث عدد الأفلام اللي شاركت فيها. ما كانتش تعرف يعني إيه راحة، أغلب سنوات عمرها قضيتها جوه الاستديوهات قدام الكاميرات في تحية الجماهير وسط صيحات التسقيف والتحية من جمهورها. زينات صدق اتولدت زينب محمد سعد صدقي في 4 مايو 1912 في حي الجمارك في اسكندرية، ودرست في معهد أنصار التمثيل والخيالة، ده اللي أسسه الفنان زكي طليمات في اسكندرية. لكن والدها رفض بشدة إنها تكمل دراستها، خاف إنها تتجه للتمثيل بعد الدراسة، فقرر إنه يجوزها، أجبرها على الجواز فعلا. لكن الجواز ده ما استمرش أكتر من سنة واحدة، بعدها تمردت زينب اللي هتبقى أشهر بنات جيلها باسم زينات صدقي. بدأت تحقق حلمها كمغنية في بعض الفرق الفنية، لغاية ما في يوم شافها نجيب الريحاني وعرض عليها دور في مسرحية من مسرحياته وأطلق عليها اسم زينات بدل اسم زينب لأنه فني أكتر. وكان عندها صاحبة اسمها خيرية صدقي، دي كانت أقرب صديقة ليها وكانت بتعتبرها أختها، وعلشان كده أخدت اسم باباها علشان تفضل اسمها ملازمها طول حياتها وتستمر صداقتهم مدى الحياة، فبقى اسمها زينات صدقي. وقبل ما تكمل 24 سنة وتحديداً سنة 1937 شاركت في أول فيلم سينمائي ليها، وكانت معاها تحية كاريوكا وعبد السلام النابلسي، وكان اسم الفيلم وراء الستار، وأبطال الفيلم ساعتها كان رجاء عبده وعبد الغني السيد. وكان الفيلم بداية شهرتها وانطلاقها في رحلة طويلة استمرت لمدة 38 سنة، وقدرت بيها زينات أو زينب تكتسح مجال الكوميديا. ولما وصلنا لفترة الستينات في القرن العشرين بدأ نجمها يطفي شوية بعد ما عيت عيا شديد ما بقاش حد يسأل عليها، وبقى يتجاهلها المنتجين والمخرجين وحتى رفقاء الدرب من الفنانين ما بقوش يسألوا. ساءت بيها حالتها المادية جداً ودخلت دايرة النسيان. ومن المواقف الصعبة اللي تعرضت لها زينات صدقي استبعادها في اللحظة الأخيرة من أحد المخرجين في تسجيل دورها في أوبريت لزكريا أحمد. ساعتها زعلت جداً ولجأت للقضاء، اشتكت المخرج ده، وبعدها قررت إنها هتعيش بعيدة عن الأضواء والنجومية، لدرجة إنها اضطرت لبيع أساس منزلها عشان تقدر تعيش. وفي سنة 1976 سأل عنها الرئيس الراحل أنور السادات وتعجب جداً إزاي واحدة بقيمة زينات صدقي ما كانتش مدعوة في قائمة الفنانين المقرر تكريمهم في العيد الأول للفن. فدعاها الرئيس السادات بشكل شخصي وكرمها ومنحها شيك ب1000 جنيه ومعاش استثنائي مدى الحياة كان بيكفيها بس شعور التقدير اللي فضلت سنين تعاني بسبب عدم وجوده بعد ما قدمت سنين طويلة من الإبداع والفن. بعد تكريم الرئيس السادات ليها بدأت تنهال عليها العروض من المخرجين والمنتجين، لكنها رفضت بكبرياء واعتبرته تسول عمل. وبعد شهور من التكريم ساءت حالتها الصحية وفضلت شهور تصارع المرض لغاية ما توفت في 2 مارس 1978. زينات صدقي مش مجرد كوميديانة أو فنانة عادية جت وسابت أفلام في السينما، دي علامة من علامات خفة الدم. قدرت لوحدها تصنع لنفسها مكانة مميزة جداً، وقدرت تثبت إن البطولة مش بترتيب الأسماء على الأفيش، لكن البطولة الحقيقية إنك تقدر ترسم البسمة على وجوه الجماهير لما بس يفتكروا اسمك. سابت لنا زينات صدقي 400 فيلم، وآخر أعمالها كان فيلم بنت اسمها محمود، وده كان سنة 1975 وكان قبل تكريم الرئيس ليها بسنة واحدة.
كنت معاكم ميرا سامي على نغم اف ام. هستنيكم كل يوم في نفس الميعاد، هنحكي عن شخصية عايشة جوانا من زمن فات وبنفتكرها أول ما بنسمع الضحكة الحلوة. الضحكة الحلوة، كنتم مع الضحكة الحلوة مع ميرا سامي على نغم اف ام.